بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، ورحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص والذي نستضيف فيه نخبة من الكفاءات الأردنية من خيرة الخيرة، من نشامة ونشميات هذا الوطن وفرسان التغيير. وضيوفنا كما عودناكم أعزائي المشاهدين من كبار متقاعدي الدولة والقطاع الخاص والعاملين، كبار متقاعدي الخدمات الطبية، وزارة الصحة والنقابات. ضيفنا اليوم أعزائي المشاهدين نشمي من نشامة هذا الوطن، فارس من فرسان التغيير، وجلالة الملك دائما يدعو إلى دعم النشامة ودعم فرسان التغيير، مهندس، رجل أعمال ناجح، ووجه عشائري شبابي، يعني ساهم في 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 خلق تكوين يعني صعب وصفه. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيف البرنامج سعادة رجل الأعمال المهندس الكيماوي طبعا محمد إبراهيم إسماعيل الهريني. مساء الخير مهندس محمد. مساء الورد. صحيح أنا بتشرف فيكم، بتشرف أكون شخص كما أنت حكيت يعني من فرسان التغيير. الله يحييك. وأضف إلى ذلك أنه إحنا يعني بدنا نحقق رؤية جلال سيدنا الله يحفظه بأنه الشباب هم عماد التغيير الآن حاليا، وكل تركيز سيدنا إذا بتلاحظ في كل حتى ورقاته النقاشية اللي كتبها أو أصدرها في خلال سنوات عديدة كانت بتتكلم على الشباب، كانت تتكلم على الجيل الواعد، الاعتماد على النفس، الاعتماد على الذات، محاولة تحدي، خلينا نحكي تحدي المصاعب من أجل الوصول لمرحلة، من أجل أنه توصل السفينة، سفينة الوطن كاملة بقيادة الشباب اللي هم شباب أبو حسين لبر الأمان، والحمد لله وصلت. وبجوز بتشوفوا أنه الآن الوضع في البلد بعد ما صارت كل الأمور الوضع طيب، أمن وأمان، بنعيش الحمد لله في بحبوحة، سواء فقراء أو في حالة متوسطة أو أغنياء. إحنا كأردنيين مجرد أنه إحنا قادرين نطلع، أو خلينا الواحد يأمن على أهله ويأمن على ماله ويأمن على سكنه في ظروف في حزام من نار، هذا شيء يعني يحسب لجلال سيدنا ولوجوه العشائر ولقادة الشباب وللوطن المظفر بإذن الله. يعني بإذن الله. مهندس محمد، بداية وأنت غني عن التعريف وأشهر من تعرف في القطاع النقابي كرجل أعمال في هذا البلد وفي هذه المنطقة تحديدا، يعني من حق المشاهد يعرف المزيد من التفاصيل عن ضيفنا الكريم سعادة رجل الأعمال المهندس الكيماوي محمد إبراهيم الهريني. نتحدث عن مكان الولادة، نتحدث عن مراحل الدراسة، نتحدث عن مراحل الحياة العملية اللي واجهت بالبداية صعوبات وتحديات كبيرة، يعني أنت بلشت من الصفر إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. نتحدث من البداية، من أي الجامعات تخرجنا، اختصاصنا، وأين عملنا وصولا إلى هذه السلسلة من المحلات اللي راح نتحدث عنها بوقت لاحق. تفضل. سيد العزيز أشكرك على هذا السؤال المحترم. بالبداية أنا المهندس محمد إبراهيم إسماعيل الهريني من مواليد وادي السير منطقة غياضة 26/3/1987. انتقل الوالد وأهلي من منطقة الكرك في السابق للسكن في منطقة وادي السير، حيث يعني صارت ولادتي هناك في منطقة وادي السير. فأنا ابن لواء وادي السير وأنا بفتخر في هذا الشيء. وبلشت دراستي في منطقة مرج الحمام في مدرسة مرج الحمام الأساسية. كملت للصف الرابع الأساسي. لما وصلت الصف الرابع الأساسي توفى الوالد وأصبحت زي ما بيحكوا يتيم. كان أكبر أخ من إخواني 31 سنة وكان خارج البلد، وكان أخوي، أنا والدي متزوج تنتين أنا من الثانية، كان أخوي اللي هو خلينا نحكي رب الأسرة والمسؤول عنا اللي هو أخوي ثائر إبراهيم إسماعيل الهريني أبو عبيدة، كان توكل في أمور العائلة وكان مسؤول عنا بشكل كامل كعيلتين. وخلينا نحكي تعديت المرحلة الدراسية لصف الرابع وانتقلت لمدرسة مرج الحمام الثانوية الشاملة المطورة، وكانت بإدارة المدير رياضي فليفل المحترم، وكملنا فيها. يعني خلينا نحكي عن موضوع التعليم، أنا من الصف الأول لحديث التوجيهي
مش وزارة، التوجيهي مدرسة، كنت من الأوائل. يعني أنا بديش أصحابي يزعلوا مني اللي في هذا، كنت من الأوائل. يعني مرات أجيب الأول، مرات أجيب الثاني، وعلى الأغلب أجيب الأول، وفي مرات أجيب الثالث. يعني في أمور هاي ما بدي أصحابي يعني وأصدقائي يزعلوا مني. نعم. في التوجيهي أتوقع أني جبت الثاني كمدرسة. صارت عندي بعض الظروف الصحية في التوجيهي. نعم. كان طموحي صدقا يعني يا أول مملكة يا بدي أعيد الثانوية العامة. نعم. هذا الحكي بال2005. نعم. كملنا في مدرسة مرج الحمام، دخلنا على الوزارة، جبت معدل يعني كتقييما من الأوائل على المدرسة في ذلك الوقت. ما بعرف كان ترتيبي ممكن أربعة أو خمسة أو ستة، وبدك تحط في بالك إنه الأربعة وخمسة وستة هذولا كلهم 95 وأربعة وتسعين. نعم. عرفت كيف؟ نعم. وأنا جبت يعني في آخر الثمانينات. نعم. وما كنت راضي عن هذا الحكي. صارت حتى في بعض النقاشات بيني وبين أمي وبين أخوي أبو عبيدة إنه تطلع برا ما تطلعش برا وكذا، وعادي أنت يعني أديت اللي عليك وصارت ظروف وإحنا عارفين شو هذا. قعدت شوي مع نفسي واتخذت قرار انه خلص، مع اختي طبعا ساعدتني بذلك الوقت اللي كانت مقتربة ايضا مع اخوي من سنة التسعة وتسعين في الامارات بسبب وفاة الوالد واضطرارهم يعني للغربة من اجل انهم يعني يكونون حياة. نعم. كريمة. اختي المهندسة ميساء ابراهيم الهريني برضو خريجة جامعة العلوم والتكنولوجيا مثلي، مهندسة كانت في ذلك الوقت هي مسؤولة عنها، هي وأخوي أبو عبيدة. نعم. الصراحة أعطتني ركومنديشن عالي جدا، قالت لي محمد خلاص قدم على القبول الموحد في الأردن، الأردن بلدك وزي ما بيحكوا في المثل العامي من طين بلادك لط على خدادك. طبعا. قدمنا للقبول الموحد وطلع لنا في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كلية الهندسة. وهذا الشيء أنا بفتخر فيه وبعتز فيه للآن. وراح يعني راح أبلغه لأولادي وأولاد أولادي بإذن الله. كمل في جامعة العلوم والتكنولوجيا. نعم. بتعرف طبعا الجامعة مش زي المدرسة، في شد وجذب بالجامعة، ممكن تطلع أنت في مرحلة تكون شادع حالك في الدراسة تطلع على جو ثاني في الجامعة وكذا، ممكن أنك بتكون بتقصر شوي في الجامعة. فصحيح قصرنا في البداية في الجامعة بس تداركنا الوضع وصرنا من الناس الكويسين والمحترمين يعني. نعم. حتى بذكرونا جميع الدكاترة والأساتذة اللي هم آبائي يعني. لحد الآن بكن لهم المعروف على الإشي اللي قدموه لنا في هذا الصرح اللي هو جامعة العلوم والتكنولوجيا بكافة الدكاترة والأساتذة. نعم. والبروفيسورات اللي هناك بذكر منهم الأستاذ الدكتور رامي جمعة، الأستاذ التميمي ناسي اسمه الأول، الأستاذ موسى أبو عرابي العدوان اللي هو عميد كلية الهندسة اللي هو والدي، والآن إذا هو بيشوفني راح يكون منبسط لأنه كان يعني كان يعاملني كوالدي. نعم. يعني ينصحني نصائح حتى يقول لي عن الدخان عن الكذا عن الكذا. هذا الدكتور اللي هو موسى أبو عرابي العدوان اللي هو عميد كلية الهندسة في ذلك الوقت. نعم. إضافة إلى الدكتور حميد بطاينة، إضافة إلى جميع يعني الكادر في جامعة العلوم والتكنولوجيا للآن صدقا أنا بشتاق لهم وكذا. والحمد لله على كل شيء أنهينا موضوع الدراسة، أخذنا الأوراق الشهادات الكذا. بعد ثلاث أيام بتصلوا فيه مجموعة المناصير. بعد ثلاث أيام بالضبط بتصلوا فيه تليفون على الأرضي بتقول لي والدتي في جماعة حكوا معاك كلمهم ومش عارف إيش من هالحكي. رنيت عليهم، تعرف مرات الشركات ما بيحبوا يذكروا الاسم إلا لما تيجي يعني بعطوك الموقع. فلما رحت عليهم بجهة مقابلين اللي هي الباطون الجاهز و قدمت عندهم اختبارات عملية واختبارات معنوية واختبارات ذكاء وكذا وقبلوني هناك. وأنا بكن لهم معروف لمجموعة المناصير وكل الاحترام للمهندس لعطوفة المهندس زياد المناصير، الأخ أحمد المناصير، الأخ عبد الحميد المناصير، الأخ مأمون العمري، المهندس مأمون العمري، المهندس رامي فريز. نعم. لكل مجموعة المناصير اللي أنا يعني اشتغلت فيها فترة قصيرة وصار عندي برضو ظروف بخطبة وزواج وكذا وشابكت الأمور معي واضطريت أنتقل لشغل ثاني يعني to make a new challenge إلي. وهم الصحيح هم يعني كانوا من الأسباب. نعم. اللي أنا موجود أنتوا اجيتوا تقابلوني مشانها مجموعة المناصير. ثم انتقلت إلى أشغال أخرى يعني متعددة في الوطن العزيز، يعني بدنا نحكي من الطرة للدرة.
دخلت في كل المجتمع الأردني، عشت مع أهل الجنوب، مع جماعة الحويطات، كنا نشتغل مع جماعة المعانية، إلي علاقات كبيرة جدا مع أصحابي من الحويطات، من المعانية، من الكركية. الكركية أهلي طبعا، أنا يعني هذول أولاد عمي، عرفت كيف؟ الطفايلة، أهل بصيرة، جماعة السعوديين، جماعة بشكل عام أهل الطفيلة، الجنوب، مادبة. دخلت في مشاريع في مادبة، دخلت في مشاريع في الكينجز أكاديمي، في مناطق عديدة في مجالات المياه والصرف الصحي، مع خلينا نحكي مع كبار، ناس كبار من البلد. وتنقلت في مجالات التكييف والتبريد، في مجالات العطاءات الشيلد سيستم، في مجالات مشاريع التبريد والتهوية والتدفئة، الصرف الصحي، الووتر تريتمنت، تنقية المياه. أخذنا خبرة في مجال الإنشاءات مع أصدقائنا من المهندسين المدنيين والمعماريين، خبرة كبيرة اكتسبناها صحيح، مش يا خلينا نحكي بإيدنا، بفضل الله عز وجل وبرضى الوالدين وبدعم أخوي اللي بلغتكم عنه، أخوي أبو عبيدة اللي هو ثائر إبراهيم إسماعيل الهريني، وأخواني الثانيين طبعا، وأمي، وأهل حارتي وأهل حيي في لواء وادي السير ومرج الحمام، أصحابنا، أصدقائنا، جماعة المناصير، آل المفلح، سيدي والدي أبو صخر محمد حمود القاسم المناصير، الأخ حاتم النوري، أبنائهم كلهم أصدقائنا وأحبائنا، وعشنا سوا ومع بعض. وأنا مرات بيسألوني أنت يعني تعبادي، بقول لهم نعم عبادي، عرفت يا الصحيح. بشكركم على هاي المقابلة. العفو يا سيدي، ويعطيكم ألف الله يعافيك. مهندس محمد الهريني، يعني حقيقة كما تفضلت مسيرة حافلة بالعطاء. الآن سؤالنا، وأنت يعني ابن هذه المنطقة، وأيضا كنت بالكرك، وأيضا العديد من المناطق ووادي السير، الآن يعني جلالة الملك كما تفضلنا قبل قليل يعني دائما يدعو إلى التغيير، يدعو إلى دعم النشامة، دعم فرسان التغيير. في ظل هذا التغيير القادم يعني نتحدث، وفي ظل وجود قاعدة انتخابية شبابية من الأهل والأحبة والأصدقاء والعزوة، هل من نية للترشح عن الدائرة الانتخابية في هذه المنطقة في الدورة القادمة؟ الصحيح لا أخفي عليك، أنا في بداية يعني حياتي العملية كنت بعيد شوي عن منطقتي اللي هي منطقة مرج الحمام، بحكم الشغل، بحكم الدوام، بحكم المناطق، بحكم الكذا. لا أخفي عليك، من حتى ما بلشنا في موضوع الوزون كسوبر ماركت وزون، اللي هو كان بقالة صغيرة طورناه وعملناه بشكل محترم جدا، اللي يصبح الآن يعني بتنزلوا ممكن تشوفوا الاستثمار اللي أنا عمالي بعمله، اللي هو وزون الميني مارت الفرع الأول، هتشوفوا شيء يعني يسر الناظرين زي ما بيحكوا. جميل. شيء محترم، شيء طلع من صفر أو أقل من صفر لمرحلة صار ينافس، يعني أنت بتحكي المحلات، خلينا نحكي مش في يعني خلينا نحكي كارفور أو كذا، في المستقبل بإذن الله حكون منافس كويس لهم بدعم أهل منطقتي وبدعم عزوتي وبدعم أهلي وأقاربي، وهذا زي ما بيحكوا حقنا، واللي بيأدي اليوم الأحد بأخذ الاثنين، ومنافسة شريفة وكلهم أحبابنا ومحترمين. هذا في مجال استثماري، أنا في مجال السوبر ماركت، وربنا يقدرنا ويرزقنا، وإحنا من الجماعة بجوز المعروفين بالإيد البيضة والإيد الممدودة، وعنا لله عز وجل ولأهل منطقتنا ولأحبابنا ولجيراننا، وممكن اللي بنقدمه أكثر من اللي إحنا بنأخذه في المنطقة. هذا أكسبنا احترام من أهل المنطقة، من الزوار حتى للمنطقة بشكل عام. وأنا بحكم احتكاكي لمدة 6 شهور في هذه المنطقة الحبيبة، ورجوعي إلها، واستذكاري لأيام المدرسة ولأصحابي، والآن عم بحتك في أصحاب إلي برتب كبيرة، أنا مهندس مثلا وصلت لمرحلة كونسلتنت مثلا في خبرتي، عمالي بحتك بأصدقائي الآن، بيجوني أصدقائي بالجيش، نقباء بالجيش، نقباء بالأمن العام، نقباء بكل، ملازمين، مهندسين، معماريين، محامين، ما شاء الله. هذا يعني أكسبني خلينا نحكي، أو حسيت في نوع من العاطفة وكأني رجعت لعائلتي في منطقة مرج الحمام والدائرة السادسة. وبما أنه كما تفضل جلال سيدنا الآن بلغنا في آخر رسالة
في آخر رسالة أنا بعتبرها رسالة سامية للجميع، لجميع الشباب في الأردن. والشاب زيادة على ذلك مش شرط الشاب اللي في العمر، ممكن شخص عمره 18 سنة وغير منتج، ممكن نعتبره مش شاب، وممكن شخص عمره 80 سنة عماله بيأدي للبلد وبيشتغل وبيساهم في رفعة أهله، في رفعة مكانه، في رفعة بيته، في رفعة البلد، برضه ممكن نعتبره شاب. وأنا صحيح يعني استقبلت رسالة جلالة سيدنا الله يحفظه، آمين. وبما أنه الوضع صار زي هيك، فأنا يعني زي ما بيحكوا ندخل لغات إنجليزية، أمرات بيعلقوا ليش بتحكي إنجليزي بالعربي. أنا انترستد يعني أني أنزل عن الدائرة السادسة، أو ما بعرف شو صارت هي دائرة فرعية أو كذا في القانون الجديد، وعلى بركة الله، على بركة الله. وبطلب وبتمنى دعم الأهل والأقارب والأحباب، قرايبنا ونسايبنا، العبابيد، المناصير، أهلي وأحبابي من بني قيس، من جماعة الكرك، جماعة الصل، جماعة قضاء الخليل. بنتمنى منكم الدعم في حالة أنكم شفتوني إنسان أنا ممكن أمثلكم. أنا صحيح إنسان الحمد لله ربنا يعني منعم ومفضل علي، ما عندي أي أهداف، خلينا نحكي أمور لأني أرتقي في حالة الحمد لله. وصلت لمرحلة محترمة بدعم من أهلي، بدعم من أخي العزيز اللي ابني على اسمه ثائر. طموحي وهدفي الآن الإنسان بس يوصل للمرحلة هاي خدمة أهل منطقته، فأنا نازل أخدمكم. وأنا رسالتي يعني للآن للرئيس مجلس النواب اللي هو حبيبنا وأخونا وزميلي المهندس عاطف الطراونة، في حالة أنه تحققت ونزلت وصرت أنا خلينا نحكي مرشح وصرت نائب، بإذن الله بإذن الله أنا جاهز لأكتب تعهد أني ما أستلمش أي مبلغ مالي. أي مبلغ أنا جاهز أمام الشعب وأمام العلن، براءة ذمة مالية، أنا ما بدي أي مستحقات مالية في حالة أني وجودي تحت القبة. وتحياتنا للنواب الحاليين وللنواب الجدد، إن شاء الله أنه يكونوا من الشباب، وبدعوا أهالي المنطقة هون. وخلينا نحكي بدي أرجع في شغلة أذكرها، أنه كمان من أسباب النجاح زوجتي العزيزة والحبيبة والغالية نسايبي المحترمين، ومن جماعة كبارة وذكرت لك إياهم، نعم. من جماعة لواء الكورة مشهود لهم بالخير، نعم. الله يعطيهم العافية، آمين. وأنا آمين. بتشرف في نسبهم، وبشكر زوجتي العزيزة للمرة الألف، نعم. وإحنا أيضا إنها صبرت علي يعني حتى ممكن أنه ما أتواجدش معها يعني ما تشوفني، يعني يمر شهر ما تشوفنيش بالمرة. كم نحن أعزائي المشاهدين بحاجة إلى أبناء بلد أصيلين يتحدثون بهذا الوعي، بهذا الانتماء، بهذا الحس الوطني العالي. المهندس محمد الهريني، يعني ما هي المواصفات التي يجب توفرها في نائب المستقبل في ظل هذا الاستياء من بعض نواب في بعض دورات سابقة؟ سيد العزيز، شوف احنا كشعب أردني وخصوصا الشباب يعني في كل العالم، في كل العالم بيشهدوا لنا بالعلم، وخلينا نحكي بالعقل المتفتح، ومنقدر خلينا نحكي نعطي قرار بالشخص المناسب، او نعطي شو مواصفاته هذا الانسان اللي بده ينزل يخدمنا. الشعب الاردني وخصوصا مثلا منطقتنا او اي منطقه ثانيه في الاردن، احنا من الناس اللي يعني وضعنا ممكن يكون محدود نوعا ما، شوي الموارد شحيحة عندنا في البلد، نعم. بالتالي بتطلب منا هذا الموضوع صبر، الصبر، الصبر، الوقوف مع جلالة سيدنا، مع القوات المسلحة، المخابرات، الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى، ودعمهم نفسيا قبل دعمهم بأي شيء. احنا ندعمهم نفسيا من أجل نظل في المرحلة هاي. نائبنا اللي يجي يخدم منطقتنا بده يعرف شو وضع كل بيت في المنطقة، بده يعرف انه في شخص مثلا عنده طالب يا حرام جايب معدل مثلا وقاعد في التوجيهي وقاعد ممكن بيشتغل في محل ألبسة، مع انه بإمكان احنا كأهل حي بناس كثير أهل خير لله
ممكن هذا الإنسان نكمل أموره ونزبط أموره وندخله على الجامعة ونصرف عليه وممكن نزوجه في النهاية. فإحنا بدنا نفوت داخل المنازل، نفوت داخل الأحياء، نعرف شو بدهم. إحنا ما بدنا أنا نائب أطلع عشان أركب سيارة وأحط النمرة الحمراء أو يلا نائب وأمشي بسرعة يعني وأفعط الدول. لا لا لا، أنا قلت لكم في البداية أنا جاهز أوقع أنه أنا ما بدي أي مستحقات مالية ولا بدي حتى سيارة. عرفت كيف؟ اللي بده ينزل بيخدم فعلا، ما يكون بس مجرد خدمات، ويساهم ويحاول أنه يساهم في أمور، يعني في أمور، في كتل نيابية أخرى يجتمعوا مع بعض. خلينا نحكي بضرورة تشكيل الأحزاب اللي حكى عنها جلال سيدنا، أنه إحنا لسه في مرحلة شوية لسه ما وصلنا للمرحلة، أو خلينا نحكي للنضوج أو وصول لمرحلة اللي بسموها critical point في مرحلة الأحزاب، في المرحلة الصحية للأحزاب. إن شاء الله ربنا بنعم علينا بتصير هاي الأمور، وبصير في كتل شبابية محترمة تساهم في التطور الاقتصادي. نحاول نفتح مشاريع صغيرة بالاشتراك، خلينا نحكي مع الشركات، مع شركات التمويل، مع الأطراف الحكومية، مع المؤسسات الحكومية، بدعم من الوزارات، بدعم من القوات المسلحة. نحاول أنه نفتح مشاريع للناس اللي مش لاقين شغل، للناس العاطلين عن العمل، لأنه العاطل عن العمل أولا وأخيرا هو عبء علينا وعبء على المنطقة. نعم. هذا الإنسان لو نحط في وظيفة معينة، لو خلينا نحكي أهل حي، إحنا كمثلا من الدائرة السادسة اجتمعنا حكينا مع خلينا نحكي كل رجال الأعمال في منطقة الدائرة السادسة، عملنا لهم اجتماع كويس ودخلنا في نقاش معين وعملنا زي بروجكت ولشيء نصل فيه والكل مثلا يساهم فيه. بتوقع علميا وترى أنا شاطر بالرياضيات كثير، لو هذا الإشي صار كرجال أعمال واجتمعنا ولو كل واحد حط 100 دينار، أنا متأكد أنه راح تنحل مشكلة الدائرة السادسة عندنا هون. إحنا قادرين، الشباب الأردني بالذات يعني أنا خلينا نحكي برفع راسي لما أحكي أنا أردني، والشباب الأردني معروف شو وضعه في كل أماكن العالم. من أمريكا للبحرين وللصين، معروف شو الشاب الأردني بالتأكيد. شو تعليمه، شو أدبه، شو أخلاقه، وإنسان ابن بيئة عشائرية محترمة. وبطلع وبتعلم في أحسن الصروح التعليمية في الوطن العربي في كل جامعاتنا بلا استثناء، ما بخص جامعتي يعني جامعة العلوم والتكنولوجيا. أي شخص متعلم في الأردن هو له احترامه وله وضعه بين أي متعلم في الوطن العربي بالتأكيد. المهندس محمد إبراهيم الهريني، يعني تحدثت عن جلالة الملك عبد الله، وجلالة الملك عبد الله معروف عنه أنه قريب من الناس، قريب من الشارع. ويعني لو قدر لك وأنت يعني ابن البلد الأصيل والنشمي وفارس من فرسان التغيير والمهندس ورجل أعمال وبإذن الله يعني المرشح القادم للانتخابات النيابية عن الدائرة السادسة في هذه المنطقة، لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله وفي مجال للحوار لدقائق، ابن بلد أصيل، ابن عائلة كريمة ونشي من نشام هذا الوطن، فارس من فرسان التغيير، شو ممكن نتحدث مع جلالة الملك؟ صراحة يعني بدي أخذ لحظة صمت لأنه أنت جبت سيرة جلالة سيدنا. نعم. وأنا أقابل جلالة سيدنا صراحة مش عارف، مش طالع معي الكلام بالبداية. يعجز اللسان حقيقة. يعجز اللسان. نعم. جلالة سيدنا لا أخفي عليك، أنا من الناس اللي من الطفولة يعني من لما خلينا نحكي معينة جلالة المغفور له الملك حسين. نعم. انتقل إلى الرفيق الأعلى. سلم جلالة سيدنا خلينا نحكي زمام المبادرة في هذا الوطن الغالي، وصار في عنا رفعة. يعني احنا لما احكي انا اردني مباشرة انا بتذكر جلالة سيدنا. أكيد. جلالة سيدنا انا مرات ببكي وبدمع في بعض اللحظات اللي بيجي فيها، بنزل مع الجيش في مناورات، بيحمل الشباب العساكر برميهم في المظلات بالطيارة، بنزل مع الختيارة مع الأرملة، بقعد على فرشة على جنبية. صحيح. بنزل على منطقة في الكرك أو بالجنوب بشكل عام، ما بخص يعني الموضوع وليس تقصير صحيح من النواب. في فترة من الفترات جلال سيدنا نزل على مناطق ما بيعرفوها أهلها، وصلها
وصلها، وصل أطفالها، وصل نسائها. هذا الإنسان جلال سيدنا أنا بعتبره وهو شيء مثل أعلى بالتأكيد، مثل أعلى وأنا بتوقف عن الكلام بخصوص جلال سيدنا. والشيء اللي ممكن في حالة أنه تشرفت وقبل جلال سيدنا بطلب منه أو بتمنى بحكي له يا رب أني أكون يعني بقدر المسؤولية إن شاء الله، قدر المسؤولية، لأنه يعني لما تقابل جلال سيدنا أنت بتكون بتحس بالتقصير على الإشي اللي بيعمله. صحيح. مجهود يعني تشيب له الغلمان اللي بقوم فيه جلال سيدنا الصحيح. كنا حنوصل بسبب ضيق الموارد. صحيح. وضيق الاقتصاد، بلد حتى معدل الأمطار عندنا إذا بتلاحظ لا يكفي يعني لربع الشعب، رغم هيك بنشرب. صحيح. كذلك القمح، رغم هيك بناكل خبز. فينا شركات، فينا استثمارات، فينا شغل. اللي بيحكي ما في شغل أنا ما بعارضه، في شغل، فينا شغل، واللي بده يشتغل بيشتغل، وفي عنا أماكن محترمة. بس أنا بلوم بعض الشباب إنه بدهم بيحاولوا يعني يرتاحوا أو وظيفة حكومية إنهم يرتاحوا فيها. نعم. لا، أنا بقولكوا لا، اطلعوا وشوفوا، وفي عنا شغل، في عنا مناطق صناعية، في عنا شركات كويسة، بإمكانك تبدو من الصفر ب500 دينار بإمكانك تبدأ مشروع تصرف على أهلك فيه. لا تظل قاعد ولا تستنى الحكومة يعني أو الدولة، بكفيها اللي فيها، بكفيها الالتزامات اللي علينا، وخلينا إحنا نساعد ونطبق كلام جلال سيدنا اللي حكى عن الشباب هم عماد المجتمع، وطلب منا قلنا يا شباب اعتمدوا على حالكم وساعدوني في بناء هذا الوطن الغالي العزيز. بالتأكيد يعني مهندس محمد الهرياني، هي المسؤولية مسؤولية مشتركة. ولالة الملك دائما يدعو إلى دعم النشامة، دعم فرسان التغيير. نستذكر مقولته المشهورة طبعا، ارفع راسك أنت أردني. بالتأكيد هامات الأردنيين أعزائي المشاهدين دائما مرفوعة عالية بهمة النشامة، وهم كثر أمثالك سعادة المهندس ورجل الأعمال ناجح محمد إبراهيم الهرياني. يعني نتمنى لك إن شاء الله في ظل وجود هذه القاعدة الانتخابية في الدائرة السادسة من الأهل والعزوة والأصدقاء والجيران والأحبة والشباب وفرسان التغيير، أن يكون لك نصيب في مقعد في مجلس النواب القادم بإذن الله. لأن يعني نحن بحاجة إلى أبناء أو دماء جديدة كما تحدث دائما جلالة الملك. في نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين، نختم في هذه اللقطات، نستعرض مجموعة من الصور التذكارية لضيفنا الكريم، مجموعة من التكريمات، مجموعة من الإنجازات، مجموعة من اللقطات بمرافقة أغنية الفنان متعب الصقار. سيدي عبد الله، شكرا، شكرا جزيلا سعادة رجل الأعمال المهندس الكيميائي محمد إبراهيم إسماعيل الهرياني، رجل الأعمال الناجح والناشط الاجتماعي والوجه العشائري وفارس ونشي من نشامات الوطن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، وعفوا منكم ونعم منكم كلكم، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بتظلكم سند وذخر للبلد في ظل جلالة، في ظل تحت الرايه الهاشميه وبقياده جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم سليل الدوحه الهاشميه حفيد الرسول، الله يحفظه. شكرا جزيلا.